أهلا بيكم في مجلة الحياة. عرفناها في أول أدوارها بالبنت الشقية وبرعت في تقديمها في بداية الستينات، واللي يشوفها مش ممكن يصدق إنها نفس الفنانة اللي احترفت وأتقنت دور المرأة القوية المتسلطة. هي الفنانة الجميلة نوال أبو الفتوح. لما بنشوف انفعالاتها القوية بنفكر إن دي شخصيتها الحقيقية، ومحدش عارف هي تعبت وعانت قد إيه علشان توصل للدرجة دي من الإقناع. فمن فينا يقدر ينسى دولة هانم المرأة المتسلطة اللي ملامحها كلها شر وكراهية في مسلسل الشهد والدموع، وبسبب قوة شخصيتها وحدة ملامحها أهلتها إنها تقوم بدور شجرة الدر في مسلسل الفرسان، وفي مسلسل الوعد الحق قدمت فيه دور زوجة أبرهة، وبرعت في تقديم دور جلبهار هانم في قصة مدينة. تابعونا علشان تعرفوا قصة حياتها. اتولدت الفنانة نوال أبو الفتوح يوم 10 إبريل سنة 1940 في قرية العزيزية بمحافظة الشرقية، واتخرجت من معهد الموسيقى العربية سنة 1970، وبعد كده اشتغلت مدرسة موسيقى في مدرسة بالقاهرة. السبب في اكتشافها هو الفنان عبد المنعم مدبولي لما عمل مسابقة اكتشاف وجوه جديدة، ولما فازت نوال بيها اداها دور صغير في فيلم عريس لأختي، وحققت بيه قبول كبير وشاركت في أول عمل مسرحي ليها وهو المفتش العام سنة 1961. ومن أشهر أدوارها 30 يوم في السجن، هي والشياطين، بنت شقية، الشياطين الثلاثة، العزاب الثلاثة، صبيان وبنات وغيرهم. وانتقالا لحياتها الخاصة تزوجت من خارج الوسط الفني برجل يدعى سمير أبو غدارة سنة 1969، وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وبعدها انفصلت عنه سنة 1973. اعتزلت الفنانة الجميلة الفن لمدة 5 سنين واتفرغت لتربية ابنها الوحيد أحمد، وبعد كده رجعت للتمثيل مرة تانية. وفي أواخر أيامها أصيبت بأزمة صحية خلتها تصرف كل فلوسها على مرضها، وده خلى الزعيم عادل إمام يقرر يساعدها، فأعلن إنه هيتبرع بإيراديوم كامل من مسرحية بودي جارد لعلاجها، لكن كبريائها منعها وقالت إنها مش هتقبل إحسان من حد حتى لو كان صديق، وده خلى نقابة الممثلين تقرر تعالجها على نفقة الدولة. قضت 17 يوم في العناية المركزة عانت فيهم من الوحدة، فمفيش حد كان بيزورها غير ابنها وزوجته وأخوها لحد يوم وفاتها، وهو نفس يوم ميلادها 10 إبريل سنة 2007. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. استنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.